السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مستر أحمد، البرنامج للغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. هنبدأ النهاردة إن شاء الله سلسلة مراجعات للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الثاني. هنبدأ إن شاء الله مراجعة يونت 7. نرجو الاستفادة من القناة بالمشاركة فيها ومشاركتها على صفحاتكم وكتابة تعليقات لكي نستطيع أن نطور القناة. شكرا لحضرتك. Good evening everyone. Welcome back to Mr. Ahmed Birmawi English Channel. I'll make a quick revision on Unit 7 First Year Secondary. هعمل مراجعة سريعة على Unit 7 First Year Secondary، الصف الأول الثانوي، Second Term، الترم الثاني. Let's begin with the main vocabulary. يلا نبدأ بالكلمات الرئيسية. عارفين أول كلمة allergy، وallergy معناها حساسية. interpret اللي معناه يفسر أو يترجم فوري. soapy water مياه طبعا بصابون. hygiene نظافة شخصية. links روابط. remove اللي معناه ينزع أو يزيل. breathe اللي معناه يتنفس as a verb كفعل. websites مواقع الإنترنت. contact اللي معناه يتصل. breath اللي معناه يتنفس أو تنفس as a verb كفعل. blog posts اللي هي معناها مدونات إلكترونية. separate اللي معناها منفصل. available اللي معناها متوفر أو متاح. do CPR يقوم بعمل إنعاش للقلب. dirty اللي معناها قذر أو غير نظيف. food wastes مخلفات الطعام. messy فوضى، عارفين مس فوضى، مسي فوضوي. أفاير حريق أو نار. injured اللي معناها مصاب. painful اللي معناها مؤلم. sneeze اللي معناها يعطس. tissue اللي معناها نسيج أو منديل ورق. spread ينشر أو ينتشر. shower دش. كف يسعل أو كحة. plaster اللي معناها ضمادة أو لزق. cause disease يسبب أمراض. طبعا لازم نحفظ الكلمات دي كويس قوي. Let's go to language notes، الوظائف اللغوية. عارفين الـ difference، الفرق between verb make، الفرق بين فعل make and verb cause وفعل cause. What is the difference، ايه الفرق بين الاتنين؟ الاتنين بياخدوا زي ما احنا شايفين بياخدوا object مفعول هو، ولكن ورا ميك بيجي انفينيتيف مصدر بدون تو. اما كوز احنا شايفين بي وراها ايضا اوبجكت مفعول ثم تو وانفينيتيف تو، والفعل فين؟ في المصدر. فور اكزامبل ماي فازر ميد مي، ادي فعل ميك هو ماي فازر ميد مي، ادي الاوبجكت خلاص، وراها طبعا ووش انفينيتيف وزود تو زي ما احنا شايفين. اما فعل كوز بقول منى كوز مي تو بانش، لو لاحظت اهي كوز وراء المفعول ثم تو وانفينيتيف تو، الفعل فين؟ في المصدر. تاني فعل ناخد الفرق بينهم فعل ليت وفعل الاو. وليت والاو بالظبط نفس الفرق بين ميك وبين كوز، الاتنين معناهم يسمح ويدع. لو لاحظنا هو ادي ليت وراها ايه؟ الاوبجكت مفعول ثم انفينيتيف وزود تو مصدر بين تو. اما الاو بي وراها الاوبجكت برضه المفعول بس بتاخد تو وانفينيتيف تو المصدر. لو بصينا على الاكزامبل، ادي الاكزامبل بقول ماي فازر ليت مي جو، لاحظ ادي ليت وراها ايه؟ جو اهيا. اما لو قلت ماي فازر الاود مي بقول الاود مي تو فيزيت تو وانفينيتيف. تعالي كده تمام الحمد لله رب العالمين. تالت حاجة هنتعامل معاها في الـ language notes الفرق بين contact، connect and communicate. عارفين the three verbs، تلات الأفعال بيحصل فيهم confusion كده، لخبطة بينا. عارفين contact لا تأخذ حرف جر معناه يتصل بي، لكن ممكن أقول في الآخر contact فلان باي كذا، ولما ممكن تبقى حاجة اسمها in contact with، in contact with
لما أقول I am in contact with فلان، على اتصال بفلان. أما كلمة connect، connect something to something معناها يوصل شيء بشيء. يعني لما أقول the internet is connected to the device، الإنترنت متوصلة بالإيه؟ بالجهاز. أما communicate with اللي معناها يتواصل مع أو يكون على اتصال به. شوف ال examples. Please contact me. Contact me هنا means call me، من فضلك اتصل عليا. If there is any new news، لو في أي أخبار جديدة. Example 2. I usually communicate with my friends. هذه communicate with يتواصل مع، بتواصل مع أصدقائي by Facebook. You can use this laptop. تقدر تستخدم اللابتوب ده. As it is connected to the internet. أدي is connected to، متوصل بالإنترنت. Now we have come to grammar. هنبدأ نشرح grammar النهاردة. The use of should, shouldn't, must, and mustn't. Let's begin with should. يلا نبدأ بإيه؟ بشود. عارفين should بيوراها infinitive، الفعل في المصدر، بتساوي ought to with the infinitive، ought to المصدر، بتساوي had better و infinitive had better المصدر. So if I were you I would to infinitive I would to المصدر. وكلهم بنستخدمهم لإعطاء النصيحة أو أدي اقتراح لعمل شيء. كلهم معنهم it is advisable. عارفين advisable يعني من النصيحة أو من المستحسن، أو it is desirable، أو it is a good idea، فكرة كويسة. لما أقول لك it's a good idea يبقى أنا بقترح عليك. طب بصينا example number one. It's advisable to sleep early. من النصيحة أو من المستحسن معنى I advise you to sleep early، بنصحك تنام بدري. استخدمت you should وراء infinitive أول، you should sleep early. كذلك قلت you ought to، عارفين ought بتاخد to و infinitive برضو معناها يجب أن، زي should بالضبط. you ought to sleep early. you'd better، اختصار you had better، you had better sleep early، من الأفضل إنك تنام بدري، نفس المعنى. بتساوي if I were you، لو مكانك I'd sleep early. شايفين كم حالة؟ هذه أربع خمس حالات بنستخدمهم to give advice، لإعطاء النصيحة in the present، فين؟ في المضارع. Another example. بقول I advise you، شايفين advise as a verb كفعل، عارفين advise فعل طبعا. لو لاحظنا advise as a verb هي وراها الأوبجكت المفعول ثم to و infinitive. I advise you to go on a diet، بنصحك تعمل رجيم. معناها إيه؟ معناها you should go on a diet، يجب أن تعمل رجيم. لو استخدمنا ought، you ought to، هذه ought وراها to المصدر، you ought to go on a diet. كذلك you'd better، اللي اختصار قلنا had better وراها مصدر بدون to، you'd better go on a diet. كمان لما أقول if I were you، لو مكانك I'd go on a diet، هعمل إيه؟ رجيم. Example number 3. It's desirable. عارفين desire يعني رغبة، لكن لما أقول it is desirable زي it is advisable بالضبط فوق، يعني من المستحسن أو النصيحة not to smoke، النصيحة أنك ما تدخنش. لاحظ أدي desirable، أدي desirable و advisable. advisable فوق أي وراها to المصدر. كذلك it's desirable not to والإيه والمصدر. بتساوي إيه؟ بتساوي you should not smoke، لا يجب أن إيه تدخن. بتساوي you ought not to، you ought not to، ought بتاخد to أي smoke. بتساوي you'd better، you'd better اللي يختصر you have better not smoke. بتساوي if I were you I would not smoke. كل ده طبعا giving advice in the present، يعطي نصيحة في المضارع. دي استخدام طبعا ايه should. هنشوف must بقى. لا، في قبل ما نبدأ بمصد، عارفين should لما هتستخدمها في الباست في الماضي. الماضي من should ايه؟ should have plus the past participle. should have وراها الباست participle التصريف الثالث للفعل. بتساوي ايه؟ بتساوي ايضا ought to have وباست participle. ودي بستخدمها لما عاوز blame someone. blame someone لما عاوز ألوم واحد. واحد ما بيذاكرش وجاب درجة وحشة، بقول له ايه؟ you should have studied hard. معناه ايه؟
معناها كان مفروض تذاكر بزيد، معناها ذاكر ما ذاكرش، معناها ما كانش يذاكر بجد. أو قلت له you ought to have studied hard، يعني المفروض to have studied hard إنك تذاكر بجد. يبقى لاحظ أدي ought to have وتصريف تالت للفعل، معناها إيه؟ معناها it was wrong of you، كان خطأ منك في in the past في الماضي not to study hard، إنك ما تذاكرش بجد. Another example، you shouldn't have come late، ما كانش مفروض تيجي متأخر، يبقى وجه إيه؟ متأخر. أو you oughtn't to have come late، مش مفروض إن أنت كنت تيجي متأخر. وصلنا إلى إيه؟ إلى must. هناخد must طبعا واستخدامات must، وكذلك mustn't، والفرق بين must و have to و need to و has to و needs to. هنبدأ must. عارفين بستخدم must في عدة حالات، بستخدمها للرولز قواعد، لوز القوانين، giving strong advice لما عاوز ادي نصيحة قوية، لما عاوز ادي warm invitation، يعني warm invitation دعوة حارة، مد واحد بذمة يعني. كذلك اللي هي personal obligation الالزام الشخصي. شوف مثال كده، it's necessary for drivers to wear safety belt، بقول من الضروري، هنا في الزام بقى، في قاعدة أو في قانون، هنا بتكلم كقاعدة أو قانون، إن أي كل السواقين مفروض عليها إن هي ترتدي سيفتي بيلت، حزام الأمان. عشان كده شلت اتنس، قلت إيه؟ قلت درايفرز السواقين، أدي درايفرز السواقين ماست وير سيفتي بيلت، استخدمت ماست وير هي. برضه بقول هنا إيه في نمبر 2؟ يو ماست كم أند هاف دينر ويز مي، لازم تيجي وتتعشى معايا، دي بنسميها warm invitation اللي هي الدعوة الإيه؟ الحارة. You must go to the doctor، يقول لك لازم تروح الدكتور. Your state is very dangerous، حالتك is very dangerous، خطيرة جدا. يبقى دي بنسميها إيه؟ strong advice، نصيحة قوية، ما استخدمتش should بقى، استخدمت هنا إيه؟ must. بقول I must phone my colleague، لازم اتصل بماي كوليج زميلي، as he is ill، لانه ايه؟ مريض. دي بنسميه الزام شخصي، انا بلزم نفسي، مش صاحبي اللي بيلزمني، بلزم نفسي واجب شديد عليا ان انا اعمل كده. يبقى دي استخدامات ايه؟ must. هنشوف بقى استخدامات have to اللي بتساوي need to، ومعيوش وقت بستخدم has to او needs to. دي بستخدمها امتى بقى؟ للتعبير عن الالزام الخارجي، لما اكون عامل حاجه غصب عني، يبقى بستخدم طبعا فيها ايه؟ بستخدم have to اللي بتساوي need to، او has to اللي بتساوي needs to مع he و she و it. لو بصينا على المثال، you have to get a passport، لازم تحصل على جواز سفر to travel abroad، ينفع السفر بره من جواز غصب عني، لازم اطلع جواز. يبقى هنا معناها ايه؟ معناها it is necessary، من الضروري to get a passport to travel abroad، ان انا اجيب جواز سفر عشان اسافر. يبقى القانون بيلزمني ان انا استخدم جواز سفر. Do I have to؟ خد بالك لما نبدأ السؤال بدو، ما ينفعش بقى هنا لا must ولا ينفع should ولا ينفع فعل مساعد، لازم فعل رئيسي، فهستخدم have to او need to. لما لك Do I have to come at 8 o'clock؟ هل ضروري اجي بكرة الساعة 8؟ Is it necessary؟ معناها is it necessary؟ هل من الضروري to come before 8 o'clock؟ هل ضروري نجي قبل الساعة 8؟ طبعا هنا في إلزام، ولو معهوش وقت هستخدم does he برضو have to، لأن does بيجرها المصدر، ما أقولش has to بقى، does he have to. بعد كده حاجة اسمها mustn't. mustn't دي بالعربي معناها إيه؟ ممنوع. يعني لما أقول لك no smoking، ممنوع التدخين، يبقى معناها you mustn't smoke. طب شرح mustn't إيه؟ mustn't معناها it isn't allowed، معناها ايه؟ غير مسموح انك تفعل هذا الشيء. معناها it is banned، ممنوع انك تعمله. it is forbidden، forbidden معناها ايضا ممنوع. او it is prohibited، محظور انك تفعل هذا الشيء او محرم. او it's against law، ضد القانون. او it's against rule، ضد القواعد. يبقى هنا منع او تحظير او تحريم، بستخدم ايه؟ mustn't. شوف الاكزامبل،
بقول you mustn't park your car here، لا يجب أن تركن عربيتك هنا. دي معناها إيه؟ معناها it isn't allowed، غير مسموح to park your car here، إنك تركن عربيتك هنا. أيضا معناها إيه؟ معناها it is banned، ممنوع. معناها it is forbidden، it is forbidden برضو محظور أو ممنوع. معناها it is prohibited، برضو محظور to park your car here. معناها it's against law، ضد القانون to park your car here. معناها it's against rule of traffic، it's against rule of traffic، ضد قواعد القانون to park your car here. والآن طبعا مع تدريبات على يونت 7. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. Raw meat، عارفين raw meat اللي هي اللحمة النية. And poultry may contain harmful، poultry اللي هي الفراخ يعني أو الدواجن. May contain، ممكن تحتوي على harmful vitamins، proteins، bacteria and minerals. طبعا هيبقى واضح الإجابة. برافو، very good. يبقى هناخد طبعا بكتيريا هي الصح. Number 2. The air was so polluted، الهواء ملوث جدا. So we hardly، hard عارفين معناها بالكاد أو بالعافية. Breath، breathe، breeze، freeze. طبعا واضح، very good. تبقى حلها تاني واحدة breathe، تقريبا مش قادرين نتنفس. Number 3. I have a leash allergic energy allergy to spicy food. Very good. برضو هتبقى I have allergy to، have allergy to قلنا معناها لديه حساسية ضد spicy food، الطعام الحار. Number 4. Fatma works as an، فاطمة شغالة ايه؟ For the British Council، for the British Council، للمعهد البريطاني أو المجلس البريطاني. Very good. هتبقى interpreter، وقلنا interpreter معناها مترجم فوري. Number 5. People usually follow celebrities، الناس دايما بتتابع. Celebrities عارفين معناها المشاهير. Posts on the web، very good. هتبقى بلوك بوستس، مدونتهم على الانترنت. نمبر 6. كوفيد 19 اللي هو فيروس كورونا، caused a lot of people، تسبب لناس كتير. ها لسه شارحين الفرق بين ميك وكوز. عشان كوز قلنا كوز بيوراها ايه؟ very good، بيوراها تو المصدر. انما لو كانت ميك كنا خدنا ايه؟ ضاي فقط. Number 7. Do you think that، هل تعتقد ان بابا will let make give allow you to go to Rana's party؟ لاحظ هنا بعد الأخص في ايه؟ في to go، الهين اللي بتاخد to المصدر طبعا allow، بتاخد to والمصدر. لكن لو كانت go تنفع let وتنفع make. Number 8. Some men came to، بعض الناس جت to rubbish from the school yard، بعض الناس جاية تعمل ايه في الرابش؟ الزبالة. from school yard طبعا to remove، remove يعني يزيل او ينزع الزبالة اللي موجودة في حوش المدرسة. Number 9. I am still in with here، انا ما زلت على اتصال بيها. We email twice a week، بنبعت لبعض رسائل الكترونية مرتين في الاسبوع. طبعا بعد الأقواس with، يبقى we الناس جارية هتروح واخدة طبعا communicate with. أيوة بس هنا في I am، يبقى I am still in contact with، تعبير اسمه ايه؟ in contact with يعني على اتصال بي. لكن لو قلت I بس يبقى I communicate with here بدون I am. Number 10. I soaked my shirt، أنا نقعت القميص بتاعي. in water to remove the stains، عشان ازيل stains اللي هي البقع او القاذورات. طبعا قلنا ايه؟ مش هقول صوبي شوربة، لا هقول ايه؟ هقول صوبي لتر، دي صوبي ووتر
يعني مياه طبعا بصابون. Number 11. I help my little sister. أساعد أخ أختي to do her homework. طبعا هناخد I must. ليه I must؟ مش هنصح نفسي أقول I should. لا I must هنا معناها إيه؟ معناها إلزام شخصي، أنا بلزم نفسي إن أساعد أختي الصغيرة. Number 12. I have to. I must. I needn't. I should wear this uniform. لازم ألبس زي ده at my work or I will pay a fine، وإلا هدفع غرامة. يبقى أنا بلبس زي ابن زي ولا غصب عني؟ غصب عني، يبقى ما أقولش must، أقول I have to، لأن الشغل اللي بيلزمني مش أنا اللي بلزم نفسي. Number 13. You wear glasses. تلبس نظارة. It's my advice. لاحظ في آخر الجملة It's my advice، نصحتي، يبقى على طول you should wear، لازم ترتدي. Number 14. I must. I should. I have to. I had to renew my ID as it's out of date. طبعا my ID لا identification card، بطاقة الشخصية أو الهوية. It's out of date يعني صلاحيتها انتهت، يبقى أنا مش هجددها بمزاجي غصب عني، يبقى أقول هنا إيه؟ برافو، هقول I have to، أنا مضطر إن أعملها غصب إيه؟ إن عني. Number 15. I am so late. أنا اتأخرت. I must. I should. I have to. I need to go now. طبعا ده إلزام شخصي، يبقى على طول أقول إيه؟ I must go now. Number 3. I have two spicy food. طبعا واضحة خالص، برافو. I have allergy to، وان allergy to ان معناه ايه؟ عندي حساسية لي. Number 17. Motorcyclists. فاكرين موتورسايكل اللي هو قائد موتوسيكل. Motorcyclists must have to should need wear helmets. انا هنا بتكلم عن ايه؟ سائق الموتوسيكلات بصفه عامه، بتكلم عن قانون، يبقى استخدم هنا must. لكن لو قلت you، لو قلت لك انت يبقى اديك توجيهات، يبقى you have to wear helmet، لازم تلبس الخوذه. Number 18. Do you must have to should mustn't tell your parents about your fault. هل المفروض تبلغ والديك بخطأك؟ طبعا لاحظ السؤال بادئ بايه؟ بادئ بدو. طالما بدأ بدو يبقى عايز وراها فعل رئيسي، الفعل الرئيسي الوحيد هنا ايه؟ have to. لكن طبعا ما فيهاش should ولا must ولا mustn't لانها افعال مساعده. وخد بالك برضو لو بدأت قلت does he، برضو اقول does he have to او need to. ليه؟ عشان does بيجي وراها الفعل المصدر، ما ينفعش مع he اقول has to بقى المره، اقول does he have to. Number 19. You must, you should, you have to, you mustn't keep your room clean. It's advisable. لاحظ في آخر الجملة قال لي إيه؟ It's advisable، نصيحة. يبقى على طول هقول you should. Number 20. You mustn't, shouldn't, don't have to, don't need to eat food with too much fat. لا يجب أن تأكل طعام فيه too much fats، دهون كتير. يبقى أقول إيه؟ يبقى أقول you mustn't. طبعا لا يجب نهي أو حظر. حتى عندك don't have to بتساوي don't need to، لست مضطر إلى. Number 21. You must, you should, you have, you mustn't to exert effort to solve the problem. طبعا exert effort يبذل مجهود، بس لاحظوا الأخص في إيه؟ في تو المصدر. طالما في تو المصدر must ما بتاخدش هاف، الوحيده اللي بتاخد تو هي ايه؟ هاف تو. must ما تنفعش ولا should ولا mustn't. Number 22. You must, you shouldn't, you have to, you mustn't take photos. لا يجب ان تلتقط صور هنا as it is a military area، منطقه عسكريه. منطقه عسكريه ممنوع تصور، يبقى اقول you mustn't take photos here. Number 23. It is not advisable.
desirable, allowed, forbidden to swim here. إنك تعوم هنا. Don't you see the sign؟ ألم ترى اللافتة؟ يبقى على طول أقول it isn't allowed، غير مسموح طبعا to swim here، إنك تعوم هنا. طالما في لافتة يبقى في تعليمات، يبقى ما أستخدم كلمة not allowed. 24. You must, you should, you have, you mustn't to obey. لاحظ هنا عندي to obey، to infinitive. تطيع your boss، it's necessary. طبعا it's necessary وفي to مصدر، يبقى you have to، ما ينفعش هنا must. He a taxi to arrive early. هو ياخد تاكسي عشان يوصل بدري. But he waited for the bus. بس هو انتظر الأتوبيس، يبقى كان المفروض ياخد التاكسي، يبقى أنا بلومه. فاكرين في اللوم بستخدم ايه؟ should have و past participle، should have وتصريف. يبقى كان المفروض ياخد التاكسي لكن ما خدوش، عشان كده انتظر الأتوبيس يبقى اتأخر. 26. You mustn't have barked. You shouldn't have barked. You didn't have to bark. You had to bark here, so you must pay a fine. أنا بقول لك لازم تدفع غرامة، يبقى عايز بلومك هنا، ما كانش المفروض تركن هنا، يبقى أقول you shouldn't have parked here. مفيش حاجة أصلا اسمها mustn't have وتصريف تالت في الإنجليش خالص يعني. Number 27. What I to do to improve my English. Really, I need your advice. في الواقع محتاج نصيحتك. يبقى عايز طالما بطلب نصيحة، يبقى what should I do؟ بس لاحظ هنا في ايه؟ to do، ما ينفعش بقى should، أو what ought I to do؟ يبقى عشان في to خدت ought to، لكن لو في do بس كنت خدت ايه؟ should. مع أطيب تمنياتي لكل طلاب الصف الأول للسنة، وبالتوفيق والنجاح. مع تحيات مستر أحمد البرماوي. بس مش تنسوا تشتركوا في القناة وتكتب تعليقك علشان نستفيد من تعليقاتكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام يا جميل.